السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم، والقناة الثانية محمد ادم كوك. ربي يحفظكم خوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد. خوتي تقضيت وشريت الهندية، الهندي والموس من عندي كما نقولوا هنا في الجزائر. خوتي العزيز، الحاجه اللي لاحظتها، الحاجه الاولانيه، وشنو هي الحاجه الاولانيه خاوتي؟ حنا ما تقدرش توشي الهنديه في الجزائر. هنا خاوتي، هاولي ما تدقق والو. علاش خاوتي؟ باسكو الشركه منين تخدمها، منين يلقطوا هذا، سواء من اسبانيا سواء من اليونان سواء من اي بلاد، الشركات العالميه دير لهم في واحد الماشينه وتنحي لهم كاع الشوك. ما كاش الشوك خاوتي، ما كاش الشوك، ما يدقك ما والو. اليوم واشنو خاوتي العزاز؟ اليوم جينا لكم، جبنا لكم واحد لاروسيت شابه عجبتني. وشنو هي؟ نديرو جو تاع الهنديه. دونك يقول لك كيفاه جو ديرو هنديه خاوتي؟ جو الهندية فيها واحد، ولا التين الشوكي، ولا كرموس نصارى، ولا كل واحد كيفاش يقول له. كل واحد يكتب في التعليقات من تحت كيفاش وسمو في حمدو. صلوا على رسول الله. خاوتي الحاجة الأولانية نديرو جو شباب، راكو فاهمين، ومليح وهايل. راكو تشوفوا فيك كيفاه نقطعو؟ لا أنا بديت نقطعو زعما هاك، تعرف كيما تعلمنا في الجزائر. راني يعني قطعت هنا، تضربها هكذا، ديجا هي الله يبارك، ديجا هي هكا ولا هكا. ما عرفش نقيها. واه دوكا تضحكوا عليا. راني يعني نقشر فيها شغل طوماطيش. يا سيدي ربي، خوتي لعباكم مجدوده مليح. انا على بالك كليت هذا في تونس، كليتو في المروك، كليتو في الجزائر، ما تسمى بلادي ما كنا نحكوا عليها. خاوتي على بالك يجي طايب بزاف، يجي طايب بزاف. هذاك مسكين، هذاك اللي عنده شريطه، هذاك في تونس بزاف يدير لك هاك هاك هاك، تلقاها طياره يا محينك ما شاء الله. اصبر شو نسيو هذه الحبه، باسكو كل حبه وكيفاه، يمكن كاينه حبات لي انتيك. هذه انتيك بصح، هذه اللحمه كاع طارت لها. هذا الحمد لله كيما كنا نديرو للدلع بكري. صلى الله على رسول الله خاوتي. المهم هذه كيما هذه خضره يا جدك، هذه خضره، علاش نحاوها؟ تجي ست حبات خاوتي في 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 السماء. ايوا سي بون، عرفت لها العقليه، لازم تنحي لها كاع كيسموه. والحمد لله اللي ما فيهاش الشوك، راك شايف خفيف ظريف ومعنوي. صار حبة شو غير صغيرة، معليش خاوتي. المهم الجو هذا شباب، دوكا تشوفوه. وشنو التين الشوكي ولا الكرموس نصارى ولا كيما تحسبوا كيما تقولوا خاوتي، فيه واحد فيه فائدة عجب. حنا كنا صغار على بالكم الحاجة اللي تقوى في الدار، ولا الحاجة اللي تكون رخيصة في الجزائر، ولا ديما ما نحبوهاش. بصح خاوتي كي كبرنا ولينا نعرفو، كيما الخرشف، انا كنت صغير ما نحبوش، كي كبرت لقيت فيه المنافع عجب. بصح صح ما نزلش ناكلو، حتى فيه المنافع ما ناكلوش، ما على باليش علاه. ما مخوفني الخرشف، شغل جاي عباك خشينه ياك، عباك تحطوه في القدره تاع اللحم، زعما اللحم هكذا وكاع، تحطوا البطاطا بصل ولحم وبطاطا وكاع كلشي، ومن بعد ترمي الخرشف. الخرشف اللي يقول كاين اللي يقول له الكاردا، كل واحد كيفاش يقول له. عباكم بدا يقول لك الخرشف شحال جا بنين، يوم ما جاش البنين، الخرشف سراق، الخرشف مص ليفي تاع اللحم. صلى الله عليه وسلم. المهم خوتي العزاز، هاملك الاخر تاعنا، واش نديرو؟ عندنا دائما الروبو اللي شريتو هذاك النهار وريتو لكم، ما شاء الله تبارك الرحمن، هايل، ما يكسر لك راسك ما والو. صبرت نعاودو نديزومي واللور شويه، هكذا زومينا، اسمحوا لي برك خاوتي باش تشوفوا كلش. ايوا سي بون هايدا.
عندنا هذا الافسيس خاوتي واش نديرو حنا الحاجه الاولانيه نديرو ما نديرش كلشي خاوتي ما نديروش 6 حبات انا ندير 3 حبات ندير هذه الصغيره وهذه الصغيره هذه الخضراء لا تخسر لي الكو نديرو 3 اوكي هادو نخليهم وبعد يبردو ناكلهم هكا شوفوا خاوتي العزاز الحاجه الاولانيه لو كان نرحيوها هذه ديريكت على بالك باللي هذه فيها العظم على بالك باللي كي تنحيها يمكن والماء هذا الروبو ماشي قادر ديك الدرجه معناتها واش نديروا له نزيدوا له كاميه اللي حاب يزيد له الماء يزيد له الماء واللي حاب يدير له الحليب يدير له الحليب وشنو كيدير له الحليب خاوتي ما تخلوهش بزاف معناتها ليه ويتشرب حنا على بالنا باللي في الجزائر ما كاينش حاجه تبقى سورتو كاين فاميلي الله يبارك لي عندهم الذراري يا حسره دير شويه كيسموه تخلي كاش حاجه في الجدار راحت المهم نديرو غير شويه حليب انا ما نديرش الماء ندير الحليب باسكو فيه فوائد ندير الحليب شويه خاوتي هكذا والحليب على بالكم باللي فيه الكالسيوم وهذا حليب البقره خاوتي هذا في المانيا هذا حليب البقره دائما نقول لكم حليب البقره منحيين له ديك الريحه وكنت عارف العقليه بلا ما نحاجي لكم دائما نقولها نجيب العفسيس نغلقو من فوق ايوه بسم الله هنا ايوا سي بون هكذا نجبدو هنا وهذا نجيبوه هنايا واش نديرو سمحوا لي نجيبو كاس وعندي هذه دوكا تقول لي نتايا كاين بزاف اللي يقول كيفاش هذاك رموس نصارى خاطرش فيه كيسموه فيه الحبيبات ما تكسرش كاع راسك خويا العزيز اهدر يحضر وشنو دوكا لازم راك شايف لازم تخلوه يكثر غير بشويه وانا ما نقدرش نديرو فيه كاس معناتها اصبروا عليا كيما راكم وقعدوا ها باش كاع ما تكسروش ريسانكم ها الكاس حطوا لهيه تجيب هذه خاوتي وشنو دائما مغرفه خاطرش عليها خاوتي وسمو هذا كرموس نصارى فيه كيسموه فيه هذاك العظم تاعو ولو كان دير جو منك شغل سما بالعظم ما جاياش انت واش دير هكذا ماشي ديري باسكو انا جاب لي عقلي ما كاش راجل اللي قليل الرجال اللي هكذا يدير وحده جو ويدير عفسه غير اذا كان سبورتيف يدير مسكيلاسيون ولا هما اللي طيبوا الروح تيهم صحاب لي مسكيلاسيون تحيه ليهم ولا صحاب اي سبورتيف كاين بزاف لي سبورتيف اللي خاوتي يطيب الروح ويدير كلشي لروحو ما يستناش يماه ولا مرتو ولا الدين الاول الاخر المهم حنا نحكونا كي نقول خويا العزيز ولا اختي العزيزه سما المشتركين كاع خاوتي ربي يحفظكم يعطيكم الخير راكم تشوفوا خاوتي شوفوا هذا راك تشوفوا كاين حبيبات كاين وسمها سميها لي هذيك الزريعه تاعو الدخلانيه ولا الكارن بالالمانيه يقولوا له هذا كاين اللي طحنوا طربقوا وكاين اللي ما طرطقوش معناتها قعدت حبيبات حنا يا خاوتي ندو غير الصح اصبروا برك عليا نجيبوا طبسي معليش اللي قدام يدك ها نزيدو نديرو هذا اللي بقى خاوتي تحتاني هو اللي فيه بزاف الكارنة صلوا على رسول الله خاوتي ما صليناش على رسول الله نورمالمو شوفوا خاوتي شحال كاين فيه وسمو ما نقدرش نقدم لكم باسكو الدعوه تطربق المهم خاوتي سيوه رجعوا لي الخبر ما شاء الله تبارك الرحمن حاجه شابه من الكبار وشنو كاينين دوكا مثلا كاين اللي هذا خاوتي كاين هذا اللي ما يرميهش كاين اللي ياكلو باسكو نقول لكم حاجه انا نحكي لكم على نفسي دوكا انا هذا ما نرميهش علاش ما نرميهش خاوتي باسكو هذا ربي مادام خلقه داخل حبه كرموس نصارى فيها فوائد عجب ولو كنت تقراو عليها تلقاها بلي فيها العجب تاع الفائده وشنو دوكا مثلا كي تقلش روحك مثلا كي دير جو راكو فاهمين مثلا ها دوكا انا كي نكمل معاكم الفيديو خاوتي
ناكلو هذا وحده، بصح هذا نخليهم بعدين يشربوا وحده، باسكو علاش هذا كي تشربوا وحده كي شغل تستمتع به بلا عظم، والعظم كله وحده. نعاودو نديرو خاوتي لداخل، راكو فاهمين خاوتي العزاز؟ بسم الله. ايوا وهذا نديروه هنا، ومن بعدايا اجبد كلش منا. دوك خاوتي العزاز قولوا نتوما الجو هذا كيفاه؟ هذا هو الجو صاي، حبه بنان ولا حبه تفاح؟ اللي عنده بنان يدير البنان، اللي عنده التفاح يدير التفاح. خاوتي العزاز ها رميها ديريكت لداخل، ما تقعدش قاعد تكسر في راسك. وشنو اكو تعرفوا العقليه؟ انا يا صاحبي هذا هذا الشيء انا لازم نديرو في المشروبات تاعي، ما على باليش عليه. كي نديرو خاوتي هذا الشيء ليكون في عينكم الفوائد اللي فيه، فيه فوائد عجب. وشنو كاينه حاجه مليحه فيه؟ ما يريحش، ما يريح ما يطلق القو، ما عندوش القو. مثلا كي نديروه دوكا مع هذا تلقى ريحه كي تشرب تلقى ريحه البنان وريحه البنان وريحه التين الشوكي اللي هو الكرم وسنساره، بصح ما تلقاش الريحه تاع هذا، ما عندوش ريحه تاثر علي على بيه انا نحبه وفيه الفوائد. نديرو قسم غرفه كبيره هكذا سي بون، ونديرو مغرفه تاع عسل. نديرو مغرفه تاع عسل خاوتي. علاش العسل؟ العسل يجيب لاريارغو برك، ما ديروش خاوتي بزاف. مثلا ديرو هكذا، شوف هكذا قيس هكذا مغرفه صغيره، فاهمين؟ باش تجي لاريارغو ويجيك شويه يجي لاريارغو وخلاص. وشنو ثاني؟ كاينه حاجه، انت كي راك تاكل في العسل، العسل صحي، معناتها راك تنفع في روحك، فهمتوني خاوتي العزاز؟ صلوا على رسول الله. دوكا راح فيه البنانة، فيه الشيا، فيه الجيت على الاخر. تغرقوا خاوتي العزاز ها بسم الله. شنو خاوتي العزاز دوكا يجيكم، يجيكم خاثر شويه زايد. اذا جاكم خاثر ولا خاوتي على كل حال ما يجي لا خاثر لا والو، يجي قد قد ها بسم الله. هاوليك ابك يا اللي ما عندكش الزهر، بسم الله تبارك الله. وهذا هو الجو تاعنا خاوتي العزاز، صبر شو نديرو الزوم عليه. الله يبارك تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نذوق خاوتي ولا كيفاه؟ ومن بعد نتوما تحسوا بلي ذقتوا معايا ولا كيفاه؟ معليش خاوتي العزاز الله يعطيكم الخير، صبر شو نذوقوا ونقول لكم والله ما نكذب. بسم الله. والله غير مليح خاوتي، زعما الواحد ما يكذبش عليكم. والله يا خاوتي غير ما شاء الله تبارك الله. عنده لا وشنو وشنو كاينه حاجه باش ما نكذبش عليكم، وحلفت بلي ما نكذبش خاوتي، خلوه يبرد ما تشربوهش سخون. تشربوه سخون تحس بلي شغل راك تاكل في كيسموه. صلوا على رسول الله، خلوه يبرد وشربوا وبصحه عليكم. ما تنساوش تدعمونا على الباي بال، اللي راه يقدر يدعمنا ماديا واللي ما يقدرش يدعمنا ماديا يدعمنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وباللايكات والبارطاج في الفيسبوك وفي الانستغرام. الله يعطيكم الخير، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم. شكرا على المشاهدة خاوتي اخواتي، صلوا على رسول الله، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اذا كنت من المتابعين الجدد، فعل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلى الله على رسول الله، سلام.